أثابكم الله. هذا سائل يقول: كيف يكون للكفار عهد وهم يقتلون المسلمين في كل مكان؟ العهد لابد منه يكف القتل، لو فائدة العهد؟ فإذا قتلوا المسلمين انتقض عهدهم. نعم، العهد إنما يراد لكف القتال. نعم، لكن هل باستطاعة المسلمين أن يقاتلوا الكفار؟ هل باستطاعة المسلمين أنهم يقاتلون الكفار الآن؟ لازم يكون عند المسلمين قوة تضاهي أو تعادل أو تزيد على قوة الكفار. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، لازم أن يكون عند المسلمين استعداد. أما إذا لم يكن عندهم استعداد فعليهم الصبر والتحمل إلى أن ييسر الله لهم الاستعداد والفرج. نعم.